Thank you, Excellency. سيادة الوزير. أصدقائي من الإعلام، دعوني أقول أنني سعيد جدا لكي أكون هنا في زيارة رسمية الأولى لمصر كوزير للشؤون الخارجية. وكما أشار معالي الوزير شكري، فإن زيارتي تحدث في إطار الاحتفال بالعيد 75 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، لذا فأنا سعيد لوجودي هنا في هذا الوقت. عبر السنوات الماضية وبسبب الكوفيد وتعطلت التبادلات بين الدول المختلفة، ولكن هذا العام أعتقد أنني هنا الآن. ومنذ عدة أسابيع كان الوزير الدفاع الهندي موجود هنا أيضا، وأعتقد أن هذا يوضح التزاماتنا بأن ننمي علاقاتنا إلى مستوى أعلى مع مصر. إن تعاوننا السياسي قوي ويتمتع بتاريخ طويل. هناك العديد من المؤسسات، وهناك التي يكون بينها لقاءات بشكل منتظم، وهناك استشارات سياسية تتم بين البلدين، ونتمنى أن نعقد اجتماع لمجموعة مكافحة الإرهاب، ولكننا دائما لدينا تفاهم سياسي مشترك، وهذا اتضح جليا في لقاء اليوم مع معالي الوزير شكري. في الآونة الأخيرة هناك تعاونا فيما يتعلق بمجال الأمن والدفاع بين البلدين، وهناك أيضا مناورات مشتركة بين قوات البلدين، وهناك زيارات منتظمة بين وفود البلدين ومناقشات حول التعاون المستمر في المجال الدفاعي والإنتاج والدفاعية أيضا. التجارة والاقتصاد يتم تناميهم بشكل مضطرد، وهناك زيادة ب 2 مليار دولار، واليوم اتفقنا على أن هناك إمكانية لزيادة هذه التجارة والتعاون بين الأسواق بين بلدينا. الاستثمار أيضا إيجابي بين البلدين. هناك شركات هندية لديها استثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في مصر، ونحن لدينا أيضا خطوط، لدينا استثمارات في خطوط الأنابيب، وهناك إمكانية لزيادة هذا الأمر كما قلت لمعالي الوزير. ولدينا اهتمام بإمكانيات في مجال الصناعة وبالذات الطاقة المتجددة، لذا فإننا متفائلين في هذا الصدد. ولقد ناقشنا كيفية زيادة التواصل وكيف أن ننشط السياحة بين البلدين، واتفقنا على أن وزارتنا والسادة السفراء سيعملون على زيادة هذا التعاون في تلك المجالات. وأيضا اتفقنا على بناء القدرات وتبادل الخبرات، وهناك حوالي 2400 ممثلين وممثلين مصريين ومسؤولين يتم إفادهم إلى الهند ولاكتساب الخبرات في مجالات عديدة، وهذا تقليد جيد بين البلدين. وحين نتحدث عن التعليم، فإنني يسعدني أن أبلغكم أن أحد جامعاتنا قد وصلت لتفاهم لأن يكون هناك مشروع مصري هنا، وأن يكون لها مؤسسات هنا في مصر. ونتمنى أن تكون معاهدنا التكنولوجية موجودة هنا، وأن تكون مصر شريك مناسب فيها. وبعد الكوفيد هناك الكثير من الاهتمامات المشتركة، وهناك تعاون بين البلدين فيما يتعلق بمجال الأمصال، وهناك أيضا تعاون مفيد لكلا الطرفين في مجال الصناعات الدوائية، حيث أن هناك الكثير من الشركات الدوائية الهندية ترى مصر منصة مناسبة جدا لتوزيع تلك الصناعات لدول أفريقيا الأخرى. ولقد ناقشت مع معالي الوزير، اندهشت كثيرا بالتطور الذي حدث في برنامج حياة كريمة الذي نفذته مصر، وتناقشنا حول كيفية أن يكون هناك مجتمع أكثر شمولا،
واتفقنا على أننا نحتاج لمشاركة وتبادل أفضل الممارسات بين البلدين في هذه الأمور بما يعود بالنفع على البلدين. أيضا الهند ومصر لديهم حضارة عميقة ولديهم تقاليد ولديهم اهتمامات دولية مشتركة، ونحن دائما مهتمين بالعالم حولنا ولدينا تاريخ طويل في العمل معا. وناقشنا الصراع الذي يحدث في أوكرانيا وتداعياته على مجال الأسمدة والغذاء وتأمين الطاقة، وشاركت مع معالي الوزير وجهات نظري في هذا الأمر، وتحدث هو أيضا عن وجهة نظري، وناقشنا كيف يمكن أن نخلق اقتصاد عالمي أكثر صمودا. وسمعت من سيادته بعض القضايا الخاصة بهذه المنطقة وهذا الإقليم، وتبادلنا وجهات النظر حول القضية الفلسطينية. كان اليوم بشكل عام كان هذا اليوم يوما جيدا جدا بالنسبة لي، واستطعت أن أتناقش مع معالي الوزير ونتفاهم حول دفع العلاقات بين بلدينا قدما، وكيف يمكن أن يكون هناك تعاون في القضايا الدولية، وكيف نعمل سويا في العديد من المنتديات. ويسعدني جدا أن الهند سترأس قمة الـ20، ولقد دعونا مصر لحضور لكي تكون دولة ضيف لحضور تلك الاجتماعات، وأعتقد أن هذا شيء ذو قيمة كبيرة لأن مصر ستضيف قيمة لاجتماعات قمة الـ20. ونحن نؤيد ونساند مصر في استضافتها لمؤتمر COP27 والكفاح من أجل عمل مناخي، وأن يكون هناك دعم لدول الجنوب، ولقد أخبرت الوزير بدعمي الكامل.